الأوروبية الأصيلة على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية، قناة الكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن، حيث ينطلق على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر أول أشواطنا الصباحية، حيث من المقرر إقامة 18 شوط أو 17 شوطا لسن اللقاية من مسافة 5 كيلومترات، وهي المسافة المقررة والمسافة الرئيسية لهذا السن في هذا اليوم الجمعة 6 نوفمبر لعام 2020 الموافق 20 ربيع الأول لعام 1442 للهجرة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ مع أول أشواطنا الرئيسية، شوط إنتاج خاص لهجن أبناء القبائل، ونشاهد هذه الكثرة العددية بحثا عن التميز، بحثا عن الفوز في الأشواط الحساسة الأولى. نتمنى التوفيق والناموس للخير لجميع المشاركين، بينما الموعد في الفترة المسائية مع إقامة 15 شوط، جوائزها جوائز سيارات، جوائز عينية. نتمنى التوفيق والنجاح والسداد للجميع في الفترتين الصباحية والمسائية. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول على الهواء مباشرة، تنطلق الشاهينية لناصر بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي على المركز الأول مع صدارة الشوط، بينما النقلة إلى المركز الثاني تصل اختصار حمد بن سالم بن محمد بن بخيت مع المركز الثاني اللي غيرت إلى المركز الأول شعار بن فاتوح، المركز الثالث اللي انتقلت إلى المقدمة مباشرة نبا، تتسلل نبا لخالد بن حمد بن صالح القمرة، خطفت المقدمة نبا، خطفت الصدارة، بينما اختصار مع المركز الثاني لحمد بن سالم بن فاتوح مع المركز الثاني دور المركز الثالث، يصل شعار بن فراج على ما يبدو حاملة الرقم 42، هنا لزوم لمحسن بن علي بن فراج مع المركز الثالث، ناخذ المركز الرابع، من تتقدم درة لخالد بن جار الله بن مسعود بن شريدة مع المركز الرابع، حصل دخول وتسلل من قبل منصورة لراشد بن ناصر الجبر النعيمي بقيادة وتضمير حمد بن حمود الوهيبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم. أيضا ارصد يا مخرجنا حاملة الرقم 45 تصل الحاصلة بنت الحاصل سلالة الحاصل جابر بن سالم بن مهيرة، هذه السلالة العريقة الأصيلة عند بن مهيرة. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، هناك أعداد هائلة لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، أسماء فازت بالرموز في العام الماضي في سن اللقاية، حازت على الرموز، حازت على سيارات، حازت أيضا في رصيدها انتصارات. ننتظر معكم مشاهدينا الأعزاء ونراقب الموقف، نراقب الموقف عن كتب لمن ناموس الإنتاج. يا مضمرين يا مسايرين، الله شوط حامي، شوط حامي، هذا الشوط الأول الرئيسي، شوط أيضا ملتهب، شوط إنتاج ملتهب استثنائي. اقتربنا من مهرجان المؤسس، من الرموز الفضية، من الرموز الذهبية، من السيارات، من الجوائز القيمة في المهرجان المؤسس، باكورة المهرجانات الكبرى، حيث تستمر هذه الرياضة العزيزة. هذا الدعم السامي من بالتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. الليلة 15 سيارة يا مضمرين، وفي مهرجان المؤسس أبشروا بالخير، أبشروا بالخير. الحصلة تسللت، الحصلة غيرت، بدلت الأمور، خطفت المركز الأول مع بن مهيرة، ولكن مرحبا بهذا القدوم، مرحبا بمن تتقدم، وصلت الزعيمة صاحبة إنجازات في سن الحقائق في العام الماضي. الله يا الله 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 الله، منصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري يقدم الزعيمة على صدارة الشوط في رصيدها شلفة في العام الماضي. هذه البطلة، هذه الذلول اللي على المركز الأول وبالتالي من أقوى المرشحات، ولكن الشوط يا أبو سعيد غير، هناك أسماء عملاقة، هناك سرعة فائقة في هذا الشوط. المركز الثاني الحاصلة تتقدم، الحصلة تتسلل، عندك يا بن مهيرة جابر بن سالم بن سعيد بن مهيرة مع المركز الثاني وشعار حسين بالسيقان. الفائزة 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 ولا غير الفائزة ولا غير، بتأكد يا أبو حمد. عموما
الفايزة بالفعل. أشكرك يا أبو حمد، أشكرك الفايزة لحسين بن علي بن حسين بسيقان. الله، شعار هزامة وشعار غيرها من الأسماء التي صارت وجالت في هذا الموسم. إذن معلومة عن الفايزة اللي تتسلل في هذه اللحظات إلى المركز الأول يا أبو محمد، صاحبة الشوط الرئيسي في أحد السباقات المحلية الماضية. عموما هناك تغيير من الجانب الآخر، كم رقم المركز الثاني اللي غيرت اللي بدلت شوط تغييرات. الله، يا سلام يا سلام، مضيحة غيرت حمد بن بجاد بن عبد الله الهاجري، يقدم مضيحة على المركز الثالث. ولكن الزعيمة 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 زعيمة بن دلهم الفائزة مع المركز الأول، والزعيمة مع المركز الثاني. المركز الثالث تصل منصورة بن جبر النعيمي بقيادة حمد بن حمود الوهيبي. على المركز الرابع منصورة لراشد بن ناصر الجبر النعيمي. المركز الرابع في هذه اللحظات تنطلق فيه لزوم محسن بن علي بن مبارك بن فراج، لزوم انتزاع الناموس، ناموس الشوط الكيلومتر الأخير. سلالة الفائز، سلالة الفائز، سلالة الفائز، الفائزة مع المركز الأول حسين بن علي بن حسين بسيقان راعي الشعار الغرفاوي في هذا الموسم. غير يا حسين، غير جرة الشوط، جرة الشوط المسمى سلالة الفائز كعوائد هذه السلالة دائما وأبدا الحضور في الأمتار الحساسة. منصورة بن جبر، منصورة راشد بن ناصر الجبر النعيمي مع المركز الثاني. وتصل في هذه اللحظات الزعيمة، الزعيمة بإنجازاتها بسجلها الحافل بالإنجاز مع بن دلهم. ولكن نعود إلى الفائزة. الله، يا حسين يا حسين، حافظ على هذا الموقع المستهدف. بن سالمين يصل شعاره، يتقدم شعار بن سالمين، تصل الغربية عبيد بن حمد بن سالمين مع المركز الثالث. ولكن الفائزة، ولكن الفائزة، سلالة الفائز، سلالة الفائز. الله، بنت ولد الفائز الهرش، جدها الفائز الهرش خطفت المقدمة. ولكن ولكن الغربية، الغربية يا حسين يا بسيقان، وصلك بن سالمين، يصل بن سالمين. الله، الغربية والفائزة، الفائزة والغربية، ناموس الانتاج، ناموس الشوط الرئيسي مع الغربية، مع الفائزة، الغربية، الفائزة، 200 متر الأخيرة، الغربية، 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 تخطف شوط الانتاج مع عبيد بن حمد بن سالمين بقيادة أبو السلطان علي المالكي. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق يا عبيد. الشوط غربي مع الغربية، مع الغربية، تهانينا تهانينا، والناموس على انتزاع الغربية لناموس الانتاج. تارينا لعبيد بن حمد بن سالمين ولعلي المالكي، تارينا أبو سلطان. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت فيه الفائزة حسين بن علي بن حسين بالسيقال. المركز الثالث غبة احتلت المركز الثالث لناصر بن حمد بن راشد البويضة. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت في المركز الرابع هذبح لمحمد بن محسن بن محمد بن نديلة. المركز الخامس، المركز الخامس مطره لحمد بن محسن بوصلع. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم. والغربيه لعبيد بن حمد بن سالمين تنتزع ناموس الشوط الرئيسي للانتاج انتزاعا في ال 200 متر الاخيره، وبالتالي يذهب السلام لعزبة بن سالمين في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس 7 دقائق 42 ثانية 55 جزء من الثانية. التهاني والناموس أيضا موصولة لعلي المالكي من قاد الغربية لهذا الفوز. المركز الثاني، وصلت في المركز الثاني الفائزة، قطعت المسافة في 7 دقائق 45 ثانية 23 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك الفائزة حسين بن علي بالسيقان. تهانينا يا ابو علي. المركز الثالث، وصلت غبه، قطعت المسافه في 7 دقائق 46 ثانيه 17 جزء من الثانيه. التهاني والناموس لمالك غبه ناصر بن حمد بن راشد البويضه. تهانينا والناموس لجميع